الآلة بإذن الله تعالى. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. نحن الآن في مسجد السلطان سليم في إسطنبول، أتينا لنحضر إجازة بعض الطلبة الذين حفظوا القرآن واحتفلوا بهذا الحفظ بإذن الله بعد صلاة الظهر لقاءنا معهم. كانوا يحتفلون بحفظ القرآن ويعتبرونه يوم عيد لهم. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا. واخترنا بعض هؤلاء الطلبة الذين حفظوا القرآن عن ظهر قلب واختبرناهم أمام الكاميرا. أختبرك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بارك الله فيك. شكرا فيك. الله يبارك. لا أعلم ماذا حصل لي، لم أتمالك نفسي عندما رأيت طريقة قراءته للقرآن وصعوبة الأحرف عليه، ومع هذا يتقن مخارج الحروف. فعلا أحسست أننا وأبناؤنا مقصرون اتجاه هذا القرآن.